طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ونتابع دورتنا، دورة إدارة المشاريع الرشيقة وشهادة PMI ACP. وكنا بدأنا في المحاضرة السابقة بالحديث عن أداء الفريق أو التيم performance، وبدأنا نتكلم عن أهم صفات الفريق كما قلنا بالإدارة الرشيقة، وكيف يتم بناء هذا الفريق، وما هي أفضل الممارسات في التعامل مع الفريق في الإدارة الرشيقة. وأظن أن آخر ما تكلمنا عليه هو نموذج شوهاري، قلنا هذا النموذج الياباني لاكتساب المهارات، والذي يضع ثلاث خطوات، أو يقول أن هناك ثلاث مراحل أو ثلاث خطوات عندما أو لأي شخص كي يكتسب مهارة. تبدأ بالخطوة الأولى شو، وفي هذا طبعا في هذه المرحلة نقوم بتعليم الشخص القواعد الأساسية، كما قلنا إذا كان مثلا سوف يتعلم قيادة السيارة فنقوم بتعليمه قواعد القيادة، أين يضع يديه، ما هي، كيف يستطيع أن يتعامل مع ناقل الحركة إلى آخره، النظر يمين، النظر شمال، النظر في المرآة إلى آخره. هذا شو، إذن فقط هذا شخص يعرف القواعد، لكن هل بالضرورة يستطيع أن يمارسها؟ ليس بالضرورة. المستوى الثاني هو الها. هنا إذن هذا الشخص أو هذا الفريق بعد أن يعني تعلم القواعد يستطيع أن يطبقها، ويستطيع أن يبدأ العمل باستخدام هذه القواعد بشكل جيد. فإذن هذا الشخص مثلا يستطيع الآن أن يقود السيارة بشكل جيد. لكن المستوى الثالث اللي هو ري الماستري، اللي هو عندما يصل الشخص كما يقال إلى رتبة أستاذ، فعندها يبدأ إذن يبتعد عن القواعد، ويعني ربما يخترع قواعد جديدة، وبالتالي يعني كالسائقين المحترفين، فإذن يكون هذا أعلى مستوى من مستويات الماستري أو سكيل ماستري أو امتلاك المهارات. هناك نموذج آخر لاكتساب المهارات يسمى درايفوس موديل، أو نموذج درايفوس طبعا نسبة للشخص الذي وضعه. وهذا النموذج يقسم أو يضع اكتساب المهارات إلى خمس مستويات. المستوى الأولى المبتدئ، أو يعني كما يقال الغر النوفيس، يعني الغر اللي لسه تو إذن بدأ بتعلم الشيء. فإذا يستطيع هذا الشخص أن أو يعرف هذا الشخص القواعد ويتبعها، ويعني يستطيع أن يقوم ببعض القرارات بناء على هذه القواعد التي اتبعها. بعد ذلك ينتقل إلى المستوى الثاني، وهو مستوى المبتدئ المتقدم Advanced Beginner. فإذا هنا الشخص يتبع القواعد، لكن أصبح يفهم السياق، لماذا وضعت هذه القواعد، وما الفائدة من هذه القواعد، ولماذا نحرص على تطبيق هذه القواعد. فيفهم السياق أو يعني القالب الذي وضعت فيه هذه القواعد وفائدة تطبيق هذه القواعد. لا يزال لاحظ كما يسمى مبتدئ، نسميه مبتدئ متقدم. المستوى الثالث هو الكومبيتنت أو الشخص الماهر. هنا الشخص يستطيع إذن أن يختار القواعد المناسبة أو أفضل القواعد لاستخدامها في أفضل ظروف. إذا عدنا لمثال القيادة، فإذا هو يعرف ما هي أفضل القواعد مثلا للقيادة في الليل، في قواعد مهمة يجب انتباهها مثلا القيادة في الضباب، في قيادة، فيعرف القواعد ويعرف تطبيقها في كل مكان، فهذا نسميه ماهر، هذا كومبيتنت، هذا الشخص إذن أتقن كل القواعد وفهم كيف يستخدمها بشكل جيد ويطبقها بشكل جيد. هذا المستوى الثالث. المستوى الرابع هو الشخص البروفيشنت المحترف، الذي أصبح ينظر إلى ما بعد القواعد، إلى الاستراتيجي كما قلنا، ما الفائدة من تطبيع القواعد، ينظر إلى المدى البعيد أكثر، ويختار إذن استراتيجية مناسبة للوصول إلى الأهداف كما قلنا، لأن القواعد صارت عنده شيء مسلمات، شيء بديهيات، فما عاد إذن صار ينظر أكثر إلى البعد الاستراتيجي. والمستوى الأخير هو مستوى الإكسبرت أو الخبير، عندها يستطيع أن يتخذ قرارات بداهة كما يقال، يعني
يعني مباشرة بدون تفكير عنده أو يستطيع أن يقوم بالعمل الصحيح بعد أن تدرب كثيرا على القواعد وفهمها واحترفها وفهم سياقها والبعد الاستراتيجي لها وكذا. الآن صارت عنده إمكانية اتخاذ القرارات بشكل بديهي حتى بدون ما أن يتعب نفسه في التفكير. يعني هذا طبعا كما تعلمون الشخص اللي عندما يصل إلى مرحلة يعني متطورة جدا من الخبرة والعلم، فتجده يعطيك حلول مباشرة، يعني تعطيه المشكلة يعطيك حل حتى بدون أن يفكر. ليش؟ أتقنها تماما، أتقن هذا الموضوع أو هذه القواعد بشكل احترافي، وربما طبقها كثيرا في حياته وجربها وكذا، فأصبح موضوع اتخاذ القرارات عنده يحصل بشكل بديهي وحتى بدون أن يفكر به. إذا هذا نموذج درايفوس لاكتساب المهارات، يتألف من 5 درجات. تاكمان وهو أيضا أحد العلماء وأحد الأشخاص أيضا قال أن الفريق لا يمكن أو لا يتم بناؤه مباشرة وبدرجة واحدة، وإنما هناك مراحل أو بمرحلة واحدة، وإنما هناك مراحل لبناء الفريق. عليكم السلام. فهذا ما نسميه نموذج تاكمان. إذا نموذج تاكمان لبناء وتطوير الفريق، لعل الكلمة الأنسب هنا تيم بيلدينج وليس فورميشن، لأنه الفورمينج أو تشكيل الفريق هي المرحلة الأولى. فنموذج تاكمان، إذا تاكمان هذا يتكلم كما قلنا على كيف نبني فريق. فليس من الضروري أبدا أنك إذا يعني أتيت بأشخاص محترفين، كل شخص منهم محترف في مجاله، إذا أتيت بأفضل مبرمجين وأفضل مطورين وأفضل مختبرين وأفضل محللين لآخره، ليس بالضرورة أن يعطوك أفضل أداء من أول يوم، حتى لو كان كل واحد فيهم يعني الأكثر احترافا في مجاله، لأنه في بناء فريق هنا، يجب هنا أن نمر بمراحل لبناء الفريق. تاكمان إذن يقول هناك 4 مراحل لبناء الفريق. المرحلة الأولى هي مرحلة التشكيل، فورمينج. إذا أنت عندما أتيت بهؤلاء الأشخاص وشكلت الفريق، عرفتهم على بعض ووضحت لهم كل شخص ما هي أدواره وما هي مسؤولياته، أنت شكلت الفريق. إذن هذه مرحلة فورمينج، أو كما يقال working group، أنت شكلت مجموعة عمل. تمام. بعد الفورمينج تأتي مرحلة المشاكل والعواصف، إذن storming. إذن بما أن هؤلاء الأشخاص لم يعملوا سابقا مع بعضهم البعض، وفي تباين فيما بينهم، في تباين في اهتماماتهم، في حواجز نفسية لا زالت لسه، في يعني في قلق ربما من ما الذي سوف نفعله في هذا المشروع، وما الذي سوف يفعله هذا الشخص، وما الذي سوف أفعله أنا. تمام. فإذا هنا في ربما حتى صراع على القيادة، كل شخص يريد أن يبرز نفسه ويبرز مواهبه ويبرز مهاراته. فإذا ندخل في مرحلة مشاكل وعواصف، ستورمينج. سوف نذكر بعد قليل يعني كيف أتعامل مع كل مرحلة من هذه المراحل. تمام. فإذا تسمى أيضا سويدو تيم، سويدو تيم، إذا فريق إذا في خلافات. تمام. طبعا مدير أو عفوا قائد الفريق هنا سوف يبذل جهد كبير، خاصة بالكوتشنج، يعني هنا يجب أن يكون موجه لهم، ضابط إيقاع لهم، إذا حتى يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة النورمينج أو التطبع، حيث يبدأ الأشخاص يتطبعون يعني على بعضهم، يفهمون بعضهم، تبدأ الخلافات تقل، الأشخاص خلاص عرفوا كل شخص يعني أطباع الآخرين وبدأ يفهمها، وبالتالي يعني صارت البيئة أفضل، وهذا يسمى البوتنشال تيم. إذا هنا أنا بدأت ببناء فريق، ظهرت نواة فريق كما يقال، فريق محتمل. فإذا أنهينا كما قلنا كل هذه الخلافات والفروقات، واستطعنا بالفعل أن نجعلهم يفكرون ويعملون كفريق واحد، ننتقل إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة البرفورمينج أو الأداء. فعندها إذن يرتفع الأداء إلى أقصى حد ممكن، ويصبح لدي ريال تيم، فريق حقيقي، وهذا الفريق يعطيني أفضل إنتاج أو أفضل إنتاجية. تمام. إذن هذه المراحل الأربعة لتشكيل الفريق بحسب نموذج تاكمان. لا تتوقع أبدا أنك إذا شكلت فريق أن يعطيك أفضل النتائج من أول يوم، طبيعي أنه سوف يمر في هذه المراحل الأربعة، وعليك أن تعرف كيف تقود الفريق في هذه المراحل الأربعة
كي تصل بهم إلى مرحلة الفريق الحقيقي. هذا ما سوف يحصل أثناء قيادة هذا الفريق. في المرحلة الأولى كما قلنا اللي هي مرحلة الفورمينج، تشكيل الفريق، يعني مجرد أن نقوم بتشكيل الفريق، هنا دور القائد. طبعا نذكركم أن القيادة كما قلنا في الأجايل هي قيادة متكيفة أدابتف، فإذا أنا أغير أسلوبي في القيادة بحسب ما أشوف الانفايرمنت، حسب ما أرى الموضوع أو الوضع يتطلب، حسب السيناريو المناسب. فكما قلنا مثلا في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة فورمينج، لسه البداية في تشكيل الفريق، دوري هنا أو أسلوب قيادتي هنا يكون عبارة عن دايركتينج، توجيهات، أعطيهم توجيهات. إذن نوضح ما هو العمل، ما هو أسلوب العمل، ما هي القيم التي نلتزم بها بالعمل، نوضح لكل شخص ما هي دوره، ما هي مسؤولياته، قواعد العمل إلى آخره. تمام؟ في هذه المرحلة طبعا يكون الفريق بمهارات قليلة low competence، لكن عندهم هاي كوميتمنت لأنه متحمسين جايين للعمل كفريق جديد، ففي تحمس في التزام، لكن لسه ما دخلوا في العمل، فلا زالت مهاراتهم يعني لم يتعرفوا ولم يتعلموا ما المطلوب منهم، فإذا low competence في مستوى مهارات منخفض. تمام؟ طيب ننتقل إلى المستوى الثاني كما قلنا، مستوى قبل الانتقال للمستوى الثاني مرة أخرى، إذا أنا هنا أمارس دور direction، إذا directing، وبالتالي كما قلنا leaders عندهم directive، high directive في كلمة يبدو هنا ناقصة. إذا أنا كقائد يجب أن يكون دوري يتركز على التوجيه high directive وقليل من الدعم low supportive، لأنه لسه ما بدأنا العمل. تمام؟ أنا الآن فقط أحدد لهم كما قلنا ما هو المطلوب وما هي القواعد و كل شخص دوره ومسؤوليته وكذا، فإذا السبورتيف لسه قليل. طيب ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة كما قلنا المشاكل أو العواصف. هنا القائد سوف يلبس قبعة الكوتشينج، حيكون الكوتش بمثابة المدرب لهم. تمام؟ فإذا هذا ما يحصل أثناء المرحلة الثانية مرحلة العواصف، عندما يكون الفريق عنده بعض أو بدأ باكتساب بعض المهارات some competence، لكن بما أنه في عواصف ومشاكل فصار في low commitment، يبدأ عندهم شوية شعور بالإحباط كما قلنا مرحلة العواصف والمشاكل. بدأوا يتعلموا ويتعرفوا ما الذي يجب أن يقوموا به ويكتسبوا بعض المهارات، لكن بسبب هذه الخلافات والعواصف فعندهم إذن شوية commitment، مستوى الالتزام قل. إذن لذلك أنا أحتاج أن أمارس دوري ككوتش كما قلنا، فإذا high directive and high supportive. إذا هذه المرحلة المتعبة لقائد الفريق أو المدير المشروع، فإذا لازم يكون high directive، لا أزال محافظ على التوجيهات، على شرح القواعد، على شرح الأدوار، على شرح المسؤوليات، على الانضباط. تمام؟ وفي نفس الوقت أيضا يجب أن أكون high supportive، أي شخص احتاج مساعدة، احتاج شرح، احتاج اني اريه كيف يقوم بالعمل مثلا اذا كان ذلك يعني ضمن كما قلنا يعني ضمن النطاق. تمام؟ فاذا اقوم بذلك، اذا دعم كبير وتوجيه كبير، هاي دايركتيف اند هاي سبورتيف في المستوى الثاني اللي هو المستوى الاخطر. طيب المستوى الثالث اللي هو كما قلنا مستوى النورمينج، عندما يبدأ الفريق يتآلف مع بعضه البعض وتبدأ المشاكل تقل ويبدأ كل شخص يفهم ما له وما عليه، هنا نتحول أكثر أو يتحول قائد المشروع أكثر باتجاه الدعم. يقل مستوى الدايركشن أو الدايركتيف، فإذا يصير عندي moderate to high، متوسط إلى يصير عندي low directive، يقل مستوى الدايركتيف كما قلنا، لكن أحافظ على دعم عالي high supportive كما قلنا، لأني أريد low directive لأنه ما عاد في مشاكل وفهموا بعض، فإذا ما عاد في داعي أني أعطيهم أوامر أو توجيهات، لكن أزيد من دعمي لهم، من تحفيزي، من دعمي بالموارد، من شرحي لما يحتاجونه من إجراءات إلى آخره. وهنا الفريق يتمتع بمهارات متوسطة إلى مرتفعة، طبعا بعد أن دخلوا في جو العمل اكتسبوا مهارات أكثر، فهموا ما هو المطلوب منهم،
لكن مستوى الالتزام متذبذب أو متغير كما قلنا، لسه في مرحلة نورمينج، لسه ما يعني لساتنا بوتنشال تيم كما قلنا، لسه لم نصل إلى المرحلة الأخيرة والتي هي المرحلة البرفورمينج، المرحلة الأخيرة مرحلة الإنجاز، عندما خلص الفريق صار فعلا ريال تيم، فريق حقيقي ويتصرف كفريق حقيقي، وكلهم يتحملون المسؤولية، كلهم في مستوى كما قلنا شفافية عالية، في كولكتيف أونرشيب، فبالتالي نكون وصلنا إلى مرحلة البرفورمينج. في هذه المرحلة قائد الفريق يفوض أو يكون يعني في أعلى مستويات التفويض، خلاص يجلس ويرتاح ويشرب كاسة شاي وكلهم عارفين ماذا يعملون ويفوض لهم العمل. إذا الفريق عنده high competence and high commitment، يمتلك مهارات عالية والتزام عالي، وبالتالي الليدر هنا إذا يقدم low directive and low supportive behavior، سلوكه إذا كما قلنا بسيط لأنه خلاص وصل بهم إلى بر الأمان وإلى المرحلة التي يستطيع فيها أن يفوض لهم ويعتمد عليهم في تنظيم أنفسهم كما قلنا، وفي قيادة وتوجيه أنفسهم. هذه المراحل الأربعة وهذه كما قلنا الأدوار الأربعة التي يقوم بها قائد الفريق في هذه المراحل الأربعة. كما قلنا في مرحلة الفورمينج تشكيل الفريق إذن حيكون بشكل أساسي دايركتيف، في مرحلة العواصف حيكون كوتشينج، في مرحلة النورمينج حيكون سبورتينج، في مرحلة البرفورمينج حيكون ديليجيتينج، حيكون مفوض. إذن هذه الأنواع الأربعة من القيادة كما قلنا التي تتكيف مع كل مرحلة من مراحل تشكيل الفريق، وهذا مهم ويأتي عليها أسئلة في الامتحان. طيب ننتقل الآن إلى نقطة جديدة إذن، وهي تتعلق بتحفيز الفريق وكيف نقوم بتحفيز الفريق في بيئة العمل الرشيق. طبعا هناك الكثير حقيقة يعني من نظريات التحفيز، لكن نظريات التحفيز التي تعنى بها أو تهتم بها الأجايل هي كالتالي. أولا عندي نظرية هيرتسبرغ أو نظرية هايجين فاكتورز، عوامل النظافة. هيرتسبرغ إذن يقول أن هناك نوعين من أنواع التحفيز، هناك تحفيز يأتي من عوامل خارجية، وجود هذا الشخص في مكان جيد، له مرتب جيد، علاقته جيدة مع الموظفين، مع باقي الموظفين، يعمل في مكان آمن، هذه محفزات خارجية وهذا تحفيز خارجي. وهناك محفزات داخلية من داخل الشخص، إحساسه بالمسؤولية، إحساسه بالفخر، حبه للحصول على التميز، شغفه بالعلم، تحقيق ذاته، تمام؟ إذن هناك محفزات نسميها motivating agents هي داخلية تأتي من ذات الشخص، وهناك محفزات خارجية تأتي من البيئة المحيطة بهذا الشخص. لأن هيرتسبرغ أو هذه النظرية تقول أن المحفزات الداخلية أو motivating agents لن تعمل إلا إذا تحققت المحفزات الخارجية. بمعنى آخر، إذا كان هذا الشخص لا يتلقى مرتب يكفيه، أو يعمل في بيئة علاقته غير مريحة مع زملائه، أو مكتبه سيء، تمام، أو غير نظيف، أو ما إلى ذلك، فهذا يجعله داخليا غير محفز، تمام، وبالتالي يجب أن أؤمن له هذه العوامل الداخلية، الهايجين هي عوامل النظافة نسميها، يجب أن أؤمن له نظافة البيئة الخارجية كي أستطيع أن أفعل لديه عوامل التحفيز الداخلي. وطبعا عوامل التحفيز الداخلي هي التي تعطي الهاي بيرفورمانس، تحفيز لما يأتي من الداخل يكون تحفيز قوي، أما إذا اعتمدت فقط أيضا على التحفيز الخارجي فأيضا حيكون له بيرفورمانس، ما حيكون تحفيز داخلي أو تحفيز كافي. واضح؟ أي سؤال؟ طيب تكلمنا ربما وأشرنا قبل قليل إلى موضوع الكوتشينج. حقيقة يعني يجب أو دعنا نفرق بين الترينينج والكوتشينج والمنتورينج.
وربما هذه الأشياء الثلاثة يعني تكون مطلوبة في لحظة معينة كما قلنا من قائد المشروع، وتساعد أيضا في تحفيز الفريق. طيب، ما هو التريننج وما الفرق ما بين التريننج والكوتشينج والمنتورينج؟ تريننج إذن أني أعلم هذا الشخص أو هذا الفريق مهارة أو معرفة عن طريق instructions، أعطيهم قواعد، أشرح لهم القواعد، أشرح لهم كيف يقومون بالعمل، تمام، ويطبقوا، وأقول لهم إذا كانوا قاموا بالعمل بشكل صحيح أو خاطئ، هذا اسمه training، تمام. طيب، المستوى الأعلى اللي هو الكوتشينج، إذن هنا في تدريب كما يقال على رأس العمل، إذن في facilitated process، نأتي إلى بيئة الإنتاج، أنت موجود الآن في بيئة الإنتاج، يعني التريننج كان خلينا نقول في القاعة النظري، تمام؟ أريتك كيف تقوم بالعمل وشرحت لك القواعد وأعطيتك نموذج اثنين، الآن جبناك على بيئة العمل، جبناك على بيئة العمل حنعمل لك كوتشينج، تمام؟ فإذا أشرح لك ما هي العملية وأيسر لك، أقول لك قم بها أمامي، طبقها أمامي، لا هذا غلط، لا سوي كذا، لا تفعل كذا، قم بكذا، عاير كذا إلى آخره. إذا هذا كما قلنا تدريب على رأس العمل بإشراف كوتش، لكي إذا تتملك هذه المهارة في تطبيق وتطبيقها بشكل مناسب، تمام. المستوى الثالث اللي هو مستوى المنتورينج، هنا المنتر هذا الشخص بمثابة الناصح، يعني بمثابة كما يقال المعلم الروحي، تمام. فهنا أنا ما في شيء أعلمك إياه لأنك أنت غالبا يعني عندك الخبرة، عندك المهارة، لكن تحتاج إلى نصائح كما يقال من خبير، تأتي من خبير، فيكون الموضوع العلاقة مهنية مع free flowing. أنا ما في process معينة عم دربك عليها أو شيء، لا، لكن عندك مشكلة في المشروع فتريد أن تأخذ نصيحة، عندك مشكلة في تطبيق شيء معين فتريد نصيحتي كشخص خبير، تمام. فإذا هنا الموضوع توجيهات ونصائح بدون التدخل في أو بدون يعني التطبيق على شيء عملي محدد، تمام. فهذا هو الفرق بين التريننج والكوتشينج والمنتورينج. وكما قلنا قائد المشروع ومدير المشروع ربما يحتاج إلى ممارسة هذه الأدوار الثلاثة مع الفريق حسب المناسب، وهذا أيضا يزيد التحفيز لديه. بالنسبة للكوتشينج في guidelines، في قواعد أو في إرشادات تتعلق بالكوتشينج، إذا أردت أن يعني تكون كوتش أو أن تدرب شخص على رأس العمل، أولا يعني تقدم أمامهم بخطوة، meet them half a step ahead، بمعنى أو بنصف خطوة، بمعنى أنت أريهم، يعني تخيل الأمر كأني أعلمك السباحة، تمام، هذا الأمر، هذا النموذج ينطبق تماما، اللي كيف معلم السباحة ومدرب السباحة يدربك، هذا كوتش، يتقدم أمامك ويقول لك يلا تعال إذا طبق، يعني أول شيء ربما يقوم هو بالعمل ثم يقول لك تفضل طبق، تمام. اضمن له الأمان، أعطه حاجز أمان، لا تدعه يشعر بالقلق بالخوف إذا أخطأ، كذلك الأمر هذا الكوتش في حوض السباحة في المسبح، تمام، يعطيك الأمان، يقول لك أنا بجانبك، يعني لا تخاف، انزل في الماء أنا بجانبك، لن يحصل شيء، تمام، لكي يمتلك هذا المتدرب الجرأة على التقدم، على البدء بالتطبيق، على التنفيذ، تمام. partner with managers، خلي علاقتك مع المدراء، مع مدراء هؤلاء الأشخاص جيدة، فيعني أيضا عشان حتى هذا الشخص أيضا ما يخاف، يعرف أنه أنت يعني على تواصل مع إدارته و علاقتك جيدة مع إدارته، فيعني لن يخشى حصول أي مشكلة أو أي خطأ. وخليهم دائما أو أعطيهم دائما شجعهم، يعني خليهم دائما ينظرون بشكل إيجابي ويتشجعون، لا يخافون من الخطأ، لا يخافون من تطبيق هذا الأمر، فأعطيهم دائما نظرة إيجابية، تمام. وهكذا يعني كل مرة كما قلنا أوسع الفارق بيني وبينهم وهم يلحقوني، أعلمهم شيء جديد يتابعوني، أعلمهم أعطيهم تحدي جديد يتابعوني، وهكذا. هذا هو مبدأ الكوتشينج. طيب، تكلمنا أيضا على موضوع مساحة العمل، قلنا مساحة العمل يجب أن تحفز الفريق على أن يتحول كما قلنا إلى فريق تشاركي. طيب، كيف يتم ذلك؟ قلنا
الكولوكيشن أو التايت ماتريكس أو الوور روم. إذا نحن دائما نفضل أن يكون الفريق متجمع في مساحة واحدة. هذه المساحة في شوية قواعد عامة، مثلا يقول لك يجب أن لا تزيد المسافة بين أي شخصين في هذه المساحة، يجب أن لا تزيد عن 10 أمتار تقريبا، 33 قدم أو 10 أمتار. فأبعد مسافة بين شخصين يجب أن لا تزيد عن 10 أمتار. لماذا؟ كما قلنا للوصول إلى حد أعلى حد ممكن من الـ effective communication، من التواصل الفعال. ثانيا يجب أن لا يكون هناك حواجز فيزيائية مثل ما ذكرنا، وإنما تكون المساحة مفتوحة قدر الإمكان. وإذا اضطررت إلى أن أستخدم حواجز فتكون حواجز شفافة قدر الإمكان. وكما ذكرنا هذا الفريق الـ distributive team، نسميه الفريق المتوزع، هو الذي يستطيع أن يخلق منتج تكاملي ومنتج مشترك ما بين كل هذا الفريق. فإذا اجعل هذا الفريق في نفس المساحة اللي تعرف أيضا بالـ war room، وهذا يؤمن كما قلنا visibility عالية، الكل يرى بعضهم، الكل حتى ربما يستطيع أن يسمع بعضهم، كما قلنا هذا نسميه الأوسمتيك كوميونيكيشن، الكل يستطيع أن يرى الانفورميشن رادييترز اللي تكلمنا عليها، المؤشرات الأداء اللي موجودة على ربما على الحائط، الألواح البيضاء إلى آخره. فتجد إذن هذه المساحة فيها الكثير من الوايت بوردز والستيكي نوتس وتاسك بوردز، تمام، وتستطيع أي شخصين يستطيعان أن يقوما باجتماع على السريع، في عندهم وايت بورد وبإمكانهم أن يعني يشرحوا لبعضهم ويتعاونوا مع بعضهم إلى آخره. هذه المساحة أيضا عادة يعني في شوية مصطلحات تتألف من caves و commons، لأنه الكيفز اللي هي الكهوف طبعا يعني لا شك أنه المساحة جيدة كما قلنا المشتركة، لكن إذا أردت مثلا أحيانا أحتاج إلى يعني أن أقوم بشيء خاص مثل اتصال هاتفي، فلا أستطيع أن أقوم باتصال هاتفي إلا إذا كان في مساحة، إذا في خصوصية. فلذلك أحيانا نقوم في نفس المساحة نسوي غرف صغيرة، تمام، أحيانا يعني بيسووها على شكل كشك اتصال حتى، يعني حتى بيلونوه كذا باللون الأحمر، وهذه بيسمى كيف. فإذا أردت، إذا عندك اجتماع مثلا مع شخص وتريدان أن يعني تناقش قضية معينة على انفراد، بإمكانك تروحوا للكيف، للكهف. إذا أردت أن تقوم باتصال هاتفي تذهب إلى الكهف، تمام. فالكيفز طبعا، أما المساحة المشتركة كما قلنا المفتوحة فتسمى common. إذا عندي common وعندي cave أو caves، caves and commons. تكلمنا أيضا أظن في المحاضرة السابقة على tacit knowledge، قلنا في معرفة ضمنية ربما لا تشرح أو لا تكتب. هذه المعرفة الضمنية يعني تأتي عن طريق المراقبة، المشاهدة، تمام، يعرفها أو تعرفها المجموعة عن طريق المراقبة والمشاهدة، مثلا كيف تشغل السيرفر، كيف تطفئ الأنوار، تشعل الأنوار، تمام. وإذا كان المجموعة كبيرة يصبح انتقال هذه المعرفة صعب. فلذلك كما قلنا نفعل أدوات مثل الأوسمتيك كوميونيكيشن، التواصل البيني، اللي هو كما قلنا يعتمد على الأوفر هيرينج. أنت لما تسمع الأشخاص، شخص قال لشخص آخر أطفئ الضوء، شغل السيرفر، افعل كذا في المشروع، لا تفعل كذا، أنت انتقلت إليك معلومات عن طريق السماع. وهذه إحدى كما قلنا فوائد الكولوكيتد تيم.